السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي تلاميذ الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة أونلاين على قناة مصر التعليمية بتردد 11747 رأسي. قبل أي حاجة أحب أقول يا رب يرفع عننا البلاء والوباء عن مصرنا الحبيبة إن شاء الله وترجع تاني زي الأول وأحسن بكتير يا رب. ده أول حاجة. تاني حاجة، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، إن شاء الله يكون علينا كلنا بالخير والسلام. النهاردة إن شاء الله أولى حلقتنا في مادة الدراسات الاجتماعية. مادتنا السنة دي مادة سهلة جدا بس محتاجة مننا شوية تركيز ومحتاجة مننا شوية مذاكرة واهتمام. في مدرستنا اللي هي مدرسة أونلاين إن شاء الله هنكون معاكم أول بأول بكل حلقاتنا، سواء أنا أو زميلي في مادة الدراسات الاجتماعية أو زميلي في بقية المواد. طيب، مادة الدراسات الاجتماعية السنة دي يا ميس هناخد فيها إيه؟ إيه اللي هندرسه السنة دي؟ السنة دي إن شاء الله في عندنا أربع وحدات، والوحدة إحنا عارفين هي عبارة عن مجموعة من الدروس. طيب، ايه الوحدات بتاعتنا؟ اتنين تاريخ واتنين جغرافيا. احنا خلاص كبرنا دلوقتي ما شاء الله، فهنقسمها لاتنين تاريخ واتنين جغرافيا. طيب، في الجغرافيا هناخد ايه وفي التاريخ هناخد ايه؟ في الجغرافيا هناخد حاجة اسمها البيئات، وهنتكلم في الوحدة الاولى عن حاجة اسمها البيئة الزراعية، هي موجودة فين وفين البيئة الزراعية وايه هي اهم مشاكلها وازاي الدولة حلت المشاكل دي. اما الوحدة التانية بتتكلم عن حاجة اسمها البيئة الصناعية، يعني موجودة فين، ونتكلم عنها شوية ونتكلم عن شوية تفاصيل عنها. طيب، في التاريخ يا ميس هناخد ايه؟ هناخد حاجة جديدة اسمها الحكم العثماني لمصر، دي الوحدة الاولى. اما الوحدة الاخيرة في التاريخ هناخد بقى فيها الحملة الفرنسية، وان الفرنسيين جم علينا وامتى جم وعملوا ايه. في النهاية هناخد عصر محمد علي، من شخصية محمد علي، هنعرف كل ده ان شاء الله بالترتيب معايا. النهاردة ان شاء الله هنبتدي اول درس تمهيدي معنا، وكلمة تمهيدي مش ان هو يعني مش مهم، لا، تمهيدي هو بيمهد لنا للمنهج، بداية للمنهج بتاعنا بعنوان البيئات المصرية. بس قبل ما ابتدي في المنهج بتاعنا والدرس بتاعنا النهاردة، الناس اللي لسه ما جابتش الكتاب المدرسي ممكن نبص على الشاشة هنا على السايت او على موقع وزارة التربية والتعليم للتعليم الإلكتروني، ممكن نبص على الشاشة هنا ناخد الموقع ده. يلا نحضر موبايلاتنا بسرعة كده ونحضر الورقة والقلم. نبص قدامنا في الشاشة كده على الموقع ده، أيوة، نكتبه مع بعضينا. ده في ايه يا ميس الموقع ده الخاص بوزارة التربية والتعليم؟ الموقع ده اول ما نكتبه، يلا انا سايبه لكم وقت اهو، بالموبايل بتاعنا او بالورق والقلم بتوعنا، يلا بسرعه ونجهز كشكول كده ونسميه كشكول الدراسات الاجتماعيه في برنامجنا اللي هو مدرسه اونلاين. طيب، الموقع ده لما ندخله هنلاقي ايه؟ هنلاقي الصفحه دي قصادنا فيها كل المراحل بتاعتنا، ابتدائي واعدادي وثانوي. احنا بقى طبعا في المرحله الابتدائيه، هنختار الصف، الفصل الدراسي الاول، هنختار الصف السادس، هنختار نوعيه كتب دراسيه، وبعد كده هنلاقي تحت كده حاجة اسمها المادة وندوس عليها استعراض، هيطلع لنا الكتاب المدرسي كله. تمام؟ طيب، ممكن نرجع تاني ايه يميز غير الكتاب المدرسي؟ ممكن نخش على بنك المعرفة المصري، وده هنلاقي معلومات كتير جدا عن مادتنا، مادة الدراسات الاجتماعية، وعن المواد التانية المختلفة. يلا نبتدي بينا الدرس النهاردة، يلا معايا. الدرس بعنوان اسمه البيئات المصرية. كلمة بيئات مصرية يعني كلمة بيئة، يعني ايه كلمة بيئة؟ ده طبيعي عنوان، لازم نعرف اصلا يعني ايه كلمة بيئة وبعد كده نعرف ايه البيئات. طب هو احنا اصلا في درسنا يا ميس النهاردة هناخد ايه غير تعريف البيئة؟ هناخد حاجة اسمها انواع البيئات، وهناخد حاجة اسمها خصائص البيئات. بس احنا ابتدينا الاول ان احنا قلنا هنبتدي بتعريف البيئة. معايا كده يلا الورقة والقلم ونعرف يعني ايه البيئة. يجي يقول لنا ما المقصود؟ هو عبارة عن مكان بنعيش فيه، مكان بعيش انا وانت وكل الناس اللي حوالينا بنعيش في المكان ده. طيب، المكان ده فيه ايه يا ميس؟ في حاجتين مهمين جدا، في حاجة اسمها مظاهر طبيعية وحاجة تانية اسمها مظاهر حضرية. يعني ايه؟ مش فاهمين. مظاهر طبيعية يعني ممكن نلاقي المكان اللي احنا عايشين فيه ده مية، هوا. هو مين اللي جاب لنا المياه والهوا دي؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى اول حاجة معايا لازم المكان اللي انا بعيش فيه وبقول عليه بيئة لازم يكون فيه بيئة او مظاهر طبيعية.
في كمان حاجة اسمها مظاهر حضرية. زي ايه كده يا ميس المظاهر الحضرية؟ لازم المكان اللي انا اعيش فيه يكون فيه بيوت، يكون فيه عمارات، يكون فيه مستشفيات، يكون فيه عربيات وغيرها. يلا كده معايا نبص على اول تعريف، هو تعريف البيئات او تعريف البيئة. هو مكان بنعيش فيه، قلت بيضم مظاهر طبيعية. مظاهر طبيعية اللي هي مين؟ زي المية وزي الهواء. اما المظاهر الحضرية زي المباني، البيوت، العمارات. طيب بس كده هنقف عند التعريف ده؟ لا طبعا، المكان اللي انا فيه ده لازم يبقى فيه حاجة اسمها مقاومات استمرار الحياة. يعني ايه مقاومات استمرار الحياة؟ انا عشان اعيش لازمني اربع حاجات اساسية، طبعا في حاجات تانية مهمة بس في اربع حاجات اساسية مهمة جدا عشان انا اعيش. زي ايه كده؟ زي الاكل، المأكل، زي المشرب، الشرب، زي الملبس، حاجات اللي انا هلبسها اكيد، وزي المسكن، المكان اللي انا هسكن فيه. يبقى معايا تعريف البيئة تاني. يجي لنا سؤال كده نكتبه على جنب، ما المقصود بالبيئة؟ او يجي لنا اكتب ما تشير اليه العبارات. مكان بنعيش فيه بيضم مظاهر طبيعية ومظاهر حضرية، وفي حاجة اسمها مقاومات استمرار الحياة. بس كده تعريف البيئة؟ لا، في جملة تاني صغيرة كده تحت موجودة عندنا في التعريف، نبص عليها بتقول ايه بقى؟ تؤثر فيه وتتأثر بيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تؤثر فيه؟ البيئة ممكن تأثر فينا يا ميس؟ اه، تأثر فينا ازاي؟ احنا مثلا عرفنا ان الجو برا برد جدا واحنا لابسين خفيف، نجري على طول نعمل ايه اول ما نلاقي الجو برد؟ نروح ندخل بيتنا على طول نلبس حاجة تقيلة عشان الجو او البيئة اللي حوالينا مالها مش مناسبة لينا، فهي بتتأثر فينا بتغيرنا. اهو انا كنت لابسة خفيف بس لما لقيت الجو صعب او لقيت الجو بارد لبست تقيل. طيب تتأثر بيه، هو احنا ازاي بنأثر بالبيئة؟ بنعمل ايه في البيئة؟ مثلا عندنا ربنا سبحانه وتعالى مدينا نهر النيل، نهر او الانهار عموما. الانسان لما بيلوث في النهر ويرمي عليه حاجات مش كويسة، ده احنا كده بنعمل ايه في البيئة؟ بنأثر فيها، بنخلي النهر ده ماله، بنخلي النهر ده مش حلو، ملوث. يبقى احنا كده أثرنا فين؟ في البيئة. يبقى ده اول حاجة معايا في المنهج، ما المقصود بالبيئة. طيب انت عماله تقولي لنا بيئه بيئه، فين البيئات دي؟ ادينا كده امثله على انواع البيئات، يعني فين الاماكن اللي احنا ممكن نقدر نقول عليها بيئه. نبص كده معايا، اول حاجه في الصوره في عندنا حاجه اسمها بيئه زراعيه، اسمها بيئه زراعيه. تاني حاجه معايا بيئه اسمها بيئه صناعيه معايا. تالت حاجه بيئه اسمها بيئه صحراويه. رابع حاجه بيئه ساحليه. نشوف واحده واحده كده ونفهمها. بيئة زراعية من اسمها، يعني أنا بزرع فيها، فيها زراعة، بتجيب لي محاصيل، بتجيب لي قمح، ذرة، رز، بتجيب لي محاصيل كتير قوي. طيب بيئة صناعية من اسمها، فيها مصانع، المصانع دي ممكن تكون مصانع ملابس، مصانع سيارات، مصانع آلات. طيب عندنا بيئة اسمها بيئة صحراوية من اسمها، بيئة صحراوية يعني صحراء. طيب اخر بيئة معايا اسمها بيئة ساحلية، وكلمة سواحل دي دايما بتتقال على الاماكن اللي جنب البحار. تمام، يبقى احنا عندنا كام مصر او كام نوع من البيئات دلوقتي؟ اربعة معايا، يلا سنة ستة نقولهم مع بعض. بيئة زراعية، بيئة صناعية، بيئة صحراوية، وبيئة ايه كمان؟ بيئة ساحلية. طب نوضحهم اكتر على الخريطة عشان نفهم اللي احنا بنقوله ده، الكلام ده كله ايه؟ طيب شايفين الجزء اللونه اخضر ده عند الدلتا اللي انا بشاور عليه بالماوس؟ كل الاجزاء اللي انا بشاور عليها بالماوس دي الاخضر اسمها بيئة زراعية، اسمها ايه؟ جريد 6 او سنة 6 بيئة زراعية. طيب المناطق الزرقاء دي يا ميس، شايفين اللون الازرق ده كله؟ ده اسمه ايه؟ بيئة ساحلية. اهو انا قلت السواحل اللي هي على البحار، واحنا عندنا في مصر نفتكر كده بحرين، ايه هما؟ البحر المتوسط في الشمال فوق، والبحر الاحمر في الشرق. طيب ناقص بيئتين، ايه البيئه؟ اه في بيئه اسمها بيئه صناعيه. بص انا ايدي فين على الماوس؟ اللي انا بشاور عليه دي اسمها مدينه القاهره، بصوا اللي انا بشاور عليها دي اسمها مدينه نجع حمادي، بصوا اللي بشاور عليها دي اسمها مدينه الاسكندريه. دي مدن يا ميس، يعني احنا ممكن نلاقي مدن، المدن دي فيها مصانع، طبعا معظم المدن اللي انا شاورت عليها دي وغيرها طبعا فيها العديد من الصناعات والمصانع، يبقى دي اسمها بيئه ايه؟ بيئة صناعية. طيب
عندنا اخر بيئة اللي هو الجزء اللون المصفر شوية، المساحة الواسعة دي كلها اسمها بيئة صحراوية. يبقى تاني لما اجي اقول من انواع البيئات المصرية 4 بيئات معايا: بيئة زراعية، بيئة صناعية، بيئة صحراوية، وبيئة ساحلية. طيب يجي هنا لنقطة تانية، هي يقول لنا ايه هي خصائص البيئات المصرية. كلمة خصائص يعني ايه اللي بيميز الاماكن اللي احنا قلنا عليها دي، ايه اللي بيميزها؟ بيقول لنا في 3 حاجات بتميز الاماكن اللي احنا شاورنا عليهم دي، وهنحكيهم بالتفصيل. ته ته ته، نبتكر كده ته ته ته. يعني ايه مش ته ته ته؟ تنوع، تداخل، تكامل. تاني، تنوع، تداخل، تكامل. نفهم واحدة واحدة كده ونفهم كل الخاصية ومعايا يلا الورقة والقلم زي ما تعودنا او موبايل. اول حاجة هي تنوع البيئات المصرية. الناس اللي شاطرة ومركزة معايا تقولي البيئات المصرية اللي احنا قلناها كام بيئة معايا؟ ها يلا انا هحرك وانتوا تقولوا معايا في الشاشة. بيئة، ايوه، بيئة زراعية، بيئة صناعية، بيئة صحراوية، بيئة ساحلية. نفهم من اول حاجة من خصائص البيئات عندنا ان احنا عندنا بيئات كتير، اماكن كتير، اماكن فيها زراعة، اماكن فيها صناعة، اماكن فيها صحراء، واماكن كمان فيها مناطق ساحلية. طيب هو ايه اللي خلى يا ميس عندنا مصر فيها اماكن كتير كده؟ ليه؟ ده يدينا لسؤال مهم جدا جدا، هو بما تفسر. خدنا، هفكركم كده تاني بسؤال بما تفسر، يعني ليه؟ ليه انا بذاكر؟ عشان انجح ان شاء الله، تمام؟ طب هنا بيقول لنا ليه عندنا بيئات كتير؟ ليه عندنا اماكن كتير؟ ليه عندنا زراعة وصناعة؟ ليه كل ده؟ عشان 3 أسباب مهمين، هنشرح كل واحدة بالتفصيل وبعد كده نقولهم مع بعض، بس نكتب معايا السؤال ده بما تفسر تنوع البيئات المصرية. ميس هو احنا بنشوف الخريطة بتاعت مصر صغيرة قوي، هي مساحة مصر صغيرة قوي كده؟ لا طبعا، مساحة مصر كبيرة جدا. قد ايه يعني يا ميس؟ 1,000,000 كيلو متر مربع، واو مساحة كبيرة قوي، وكمان بتزيد شوية عن المليون. يبقى اول سبب من اسباب ان احنا عندنا اماكن كتير وبيئات كتير هو ان مساحة مصر كبيرة جدا، قلنا قد ايه؟ ها؟ بتزيد عن 1,000,000 كيلو متر مربع. حلو جدا. طيب ايه تاني سبب يا ميس يخلي عندنا بيئات كتير قوي؟ تنوع حاجة اسمها مظاهر سطح الارض. هي الارض اللي احنا بنمشي عليها دي كلها شكل واحد؟ لا طبعا. يعني ايه؟ يعني ممكن نلاقي جبل مثلا زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على ايدينا اليمين، ده جبل. ممكن نلاقي هضبة وهي برضو ارض مرتفعة. ممكن نلاقي ايه تاني يا ميس على الارض؟ ممكن نلاقي بحار، ممكن نلاقي انهار، ممكن نلاقي منخفضات. ايه ده؟ يعني مساحة مصر متنوعة لان عندها مظاهر واشكال كتير لسطح الارض. زي ايه اشكال سطح الارض دي؟ قلت ممكن يكون جبل، ممكن يكون هضبة، ممكن يكون نهر، ممكن يكون بحر، انواع كتير قوي قوي من الاماكن موجودة عندنا في مصر، عشان كده بتتنوع البيئات المصرية. طيب اخر سبب معايا من اسباب تنوع البيئات هو تنوع حاجة اسمها الموارد الطبيعية. يعني ايه كلمة مورد طبيعي؟ مورد طبيعي يعني هدايا ربنا ادهلنا والانسان ما تعبش فيها خالص. زي ايه كده؟ اول حاجة زي المعادن. هو الحديد ولا الذهب احنا اللي جبناه؟ لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده بنقول عليه ايه؟ موارد طبيعية من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب ايه تاني حاجات عندنا موارد طبيعية ربنا ادهلنا من غير ما نتعب فيها؟ حاجة كمان اسمها مصادر الطاقة. هو احنا بنشغل عربياتنا بايه؟ بالبنزين. طب البنزين ده بنجيبه منين؟ من البترول، والبترول ده اصلا ايه؟ مصدر طاقة. يبقى من مصادر الطاقة البترول. ايه تاني يا ميس من مصادر الطاقة؟ زي الغاز الطبيعي مثلا، وكمان ربنا سبحانه وتعالى ادانا نباتات. يبقى نراجع كده تاني السؤال اللي احنا قلناه، هو سؤال بما تفسر تنوع البيئات المصرية. ليه احنا عندنا اماكن كتير قوي قوي في مصر؟ اول سبب معايا، يلا الناس، انا سامعه ناس بتجاوب معايا، 1، اتساع مساحة مصر، قلت بتزيد عن قد ايه؟ 1,000,000 كيلو متر مربع. 2، تنوع مظاهر السطح، وقلت يعني ايه مظاهر السطح؟ يعني الارض مش شكل واحد، الارض واسعة وكبيرة ففيها اشكال كتير قوي. زي ايه؟ زي الجبل وزي الهضبة وزي البحار. 3 حاجة معايا تنوع الموارد الطبيعية، وقلت الموارد الطبيعية دي نفتكر كده مس ميربت قالت لنا موارد طبيعية يعني هدايا ربنا ادهلنا. زي ايه بقى الهدايا دي؟ قلت زي المعادن وزي مصادر الطاقة.
طيب ندخل على جزئية تانية، ربنا ادانا بيئات كتير جدا جدا، طيب احنا هنستفيد بيها بايه؟ يعني لما ربنا ادانا معادن ومصادر طاقة وبيئات كتير مختلفة هنستفيد بيها بايه؟ ده يودينا لسؤال تاني خالص، هو ما النتائج المترتبة؟ نفتكر كده سنة ستة يعني ايه ما النتائج؟ انا ذاكرت الحمد لله، طيب ايه النتيجة اللي هتحصل بعد كده؟ ان انا هنجح بتفوق باذن الله. طب كلمة ما النتائج يعني خلاص حاجة موجودة، ايه اللي هيحصل بعدها؟ طب هنا بيقول لنا السؤال ايه؟ النتائج المترتبة على تنوع البيئات، خلاص ربنا سبحانه وتعالى ادانا بيئات كتير قوي وادانا اماكن كتير قوي، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اول حاجة معايا نفتكر كلمة تنوع. تنوع يعني ايه تنوع؟ تنوع يا ميس، اول حاجة معايا تنوع الثروات الطبيعية، ادينا مثل كده يعني ايه تنوع الثروات الطبيعية. لما اجي اقول لك ايه هي مصر مشهورة بالبترول بس واسكت، هتيجي تقولي لا يا ميس ده مصر فيها بترول وفيها غاز طبيعي وفيها مية وفيها هواء وفيها معادن. يبقى اول نتيجة من نتائج ان احنا عندنا البيئات كتير هو ان احنا عندنا ثروات كتير، عندنا خير كتير، عندنا حاجات حلوة كتير. طيب تاني نتيجة معايا هو تنوع حاجة اسمها الانتاج الاقتصادي، لما يبقى عندنا بيئة زراعية انا باخد منها محاصيل زراعية، لما يبقى عندنا مناطق باخد منها سمك، لما يبقى عندنا مناطق باخد منها صناعة، دي حاجات كتير قوي قوي قوي. الحاجات الكتير دي لو انا شغلتها انتجتها بعد كده لو بعتها هتجيب لي فلوس، هتجيب لي اقتصاد. يبقى نرجع تاني للسؤال ده مهم جدا، ما النتائج المترتبة على تنوع الموارد او تنوع البيئات المصرية؟ قلت حاجتين، تنوع الثروات والتنوع حاجة اسمها الانتاج الاقتصادي. يبقى دي اول خاصية. تاني احنا بنتكلم عن حاجة اسمها خصائص البيئات المصرية، قلنا كام خاصية معايا، يعني ايه اللي بيميز الاماكن دي، ايه اللي بيميز البيئات؟ ثلاث حاجات قلنا، تنوع، تكامل، وايه كمان؟ وتداخل. خلصنا التنوع، ندخل على تاني جزء معايا هو تكامل البيئات. يعني ايه كلمة تكامل؟ تكامل يعني كل واحد بيكمل التاني. يعني ايه؟ مش فاهمين. بصوا الجملة دي، كل بيئة تمد البيئة الاخرى بما تحتاجه من منتجات. ايه الكلام الصعب ده؟ تاني، كل بيئة تمد البيئة الاخرى بما تحتاجه من منتجات، يعني كل واحدة تدي التانية اللي محتاجاه. فاهمين اكتر كده شوية؟ يلا نشوف الامثلة اللي معايا دي عشان نفهم يعني ايه كلمة تكامل. يعني ايه تكامل؟ حاجة نقصاني فباخدها من غيري، بكملها من غيري. طب ندي امثلة كده على الكلام ده، ندي امثلة على الكلام ده. اول حاجة البيئة الزراعية. البيئة الزراعية من اسمها يا ميس يعني احنا بنزرع. طيب بنزرع ايه؟ قمح، ذرة، محاصيل، فواكه، خضروات، كل الحاجات اللي بنزرعها دي. هل البيئة الزراعية بتاكلها لوحدها؟ لا طبعا، بتكمل البيئات التانية. يعني ممكن تدي للبيئة الصناعية اكل، ممكن تدي للبيئة الساحلية اللي هي المناطق اللي عند البحار اكل، يعني تديهم قمح، ذرة، رز، خضروات، فواكه، وكمان بتدي البيئة الصحراوية. يبقى البيئة الزراعية كملت البيئات التانية اللي ناقصة. طيب نخش على البيئة الصناعية، من اسمها صناعية يعني بتدينا منتجات صناعية. زي ايه كده المنتجات الصناعية؟ زي قدامنا اجهزة كهربائية مثلا، البوتاجاز، الغسالات، الحاجات اللي بنستخدمها في البيت. هو احنا اصلا جايبينها منين؟ من المناطق الصناعية. طب الناس اللي عايشين في البحر ما يستخدموش الحاجات دي؟ ما يستخدموش غسالة مثلا؟ لا طبعا بيستخدموها. طب مين اللي ادها لهم؟ هي البيئة الايه؟ الصناعية. طيب عندنا ثالث نوع، البيئة الساحلية. احنا مش بناكل سمك صح؟ كلنا بناكل سمك وجمبري والحاجات دي. طب هو احنا عايشين جنب البحر؟ لا طبعا مش عايشين جنب البحر. امال بنجيب السمك منين؟ بنكمل من البيئة الساحلية، بناخد اللي ناقصنا من البيئة الساحلية. طب هو احنا بناخد من البيئة الساحلية سمك بس يا ميس؟ لا، بناخد حاجة كمان، دي بنسميها ثروات مائية. ثروات مائية يعني بناخد السمك وبناخد كمان الملح اللي بنحطه على الأكل، بنجيبه منين برضو؟ من البيئة الساحلية. آخر حاجة من تكامل البيئات هي المعادن المختلفة، الصحراء. هو الصحراء دي بنجيب منها ايه؟ في حد يطلع يقول لي يا ميس الصحراء مش مهمة خالص. لا بالعكس، الصحراء مليانة حاجة اسمها معادن. يعني ايه معادن؟ حديد، ذهب،
فضه، منجنيز، كل المعادن دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من الصحراء او البيئه الصحراويه. يبقى لما يجي يقول لنا سؤال بما تفسر تكامل البيئات المصريه، هنقول لان كل بيئه تمد، يعني ايه تمد؟ بتدي او تعطي ما تحتاجه للبيئات الاخرى، يعني بتكمل، او معنى اصح بيكملوا بعض. الحاجه اللي ناقصاني انا بكملها. طيب اخر نوع من الخصائص، نفتكر تاني الخصائص: تنوع، تكامل، تداخل. اخر حاجه معايا هو التداخل. من اسمها هنا ينفع يبيس افصل البيئه الزراعيه واقول دول خلاص بيئه زراعيه، واجي عند البيئه الصناعيه واقول لا دول خلاص بيئه صناعيه؟ ينفع ان انا اقول كده؟ لا. ينفع ان انا اقول مثلا ده بين البيئه الزراعيه والصناعيه سور كبير؟ لا. يعني ايه الكلام ده؟ في حاجه اسمها تداخل. يعني ايه تداخل؟ يعني هلاقي كلهم جنب بعض او مع بعض، مفيش حاجه اسمها فاصل بينهم، مفيش حاجه اسمها سور. طب احنا مش فاهمين، وضح لنا اكتر تاني كده. يبقى تالت خاصيه من البيئات، نبص معايا كده، هي تداخل البيئات. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا كده الاول صوره هنفهمها مع بعض. اول صوره معايا بتقول ايه بقى؟ بتقول لنا احنا ممكن نلاقي، اولا الصوره اللي احنا شايفينها دي في جزء اخضر كده، يعني نفهم ان جزء اخضر يعني بيئه زراعيه، يعني الناس بتزرع فيها. حلو جدا. طب ايه ده يا ميس؟ ده انا شايف دخان طالع فوق. الدخان ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن مصانع. ايه ده؟ يعني انا ممكن الاقي بيئه زراعيه، يعني مناطق بزرع فيها، الاقي فيها مصانع؟ هو انا كده فصلت الاثنين عن بعض؟ لا. المصنع اللي احنا شفناه ده كان مصنع الطوب الاحمر، بيصنع علينا الطوب اللي احنا بنبني بيه البيوت بتاعتنا. يبقى كلمة تداخل يعني انا ممكن الاقي مكان جوه مكان، عادي جدا، مفيش بينهم فواصل. يبقى تداخل البيئات معناها ايه؟ عدم وجود حدود فاصلة. وديت اول مثل معايا ان احنا ممكن نلاقي بيئة زراعية عادي، ناس بتزرع، وممكن نلاقي مصنع عادي جدا. تمام؟ طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا في تداخل بيئات، بصوا الصورة دي، بيئة زراعية داخل البيئة الصحراوية، اهي صحراء وممكن نزرع في الصحراء دي. ايه ده يعني مش ممكن صحراء عادي نزرع فيها؟ ده بيعبر عن التداخل. اخر حاجة معايا هي نجد بيئة صناعية داخل بيئة صحراوية. بصوا كده للصورة نركز فيها، هنلاقي ايه؟ هنلاقي مناطق ساحلية، مناطق فيها بحار، وفي قلبها مصانع مصانع مصانع، يعني ممكن نلاقي داخل البيئة الساحلية مصانع. يبقى تاني لما اجي اقول بما تفسر تداخل البيئات المصرية، هنقول له بايه؟ عدم وجود حدود فاصلة بين البيئات، مفيش سور بين بيئة وبين بيئة تانية. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا، وكان درس لذيذ جدا، ده عنوان البيئات المصرية. اللي لسه ما وصلش لكتاب المدرسة، دي اسئلة كتاب المدرسي، ممكن ناخدها سكرين شوت او نصورها، وعايزينكم تبعتوها على قناة مصر التعليمية، سواء على صفحة الفيسبوك او على قناة اليوتيوب، ونعيدها كده او نشوف مين اكتر حد طبعا هيحل الاسئلة دي صح، ونقول اساميهم باذن الله المرة الجاية. ممكن ناخد كم سؤال كده بسرعة قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا. يجينا كده سؤال اكمل: تمدنا البيئة ايه بالمعادن المختلفة؟ هو البيئة ايه بتجيب لنا معادن مختلفة؟ ها؟ ايوه انا سامعة ناس بتجاوب شاطرة، بنجيب ايه من معادن اللي هو الذهب؟ ايوه برافو، بيئة صحراوية. طيب رقم 2: ادى اتساع مساحة مصر، لما تكون مساحة مصر متسعة وكبيرة ده هيؤدي الى ايه؟ تنوع البيئات المصرية. طيب تالت حاجة معانا: تمدنا البيئة الزراعية، احنا بناخد من البيئة الزراعية ايه؟ بناخد محاصيل زراعية، وكمان حيوانات بتعيش فين؟ في قلب البيئة الزراعية. اخر حاجة معايا من خصائص البيئات، ايوة يلا سمع ناس بتقول ايه؟ ته ته ته، تنوع والتداخل والتكامل. احنا كده خلصنا حلقتنا، بس لو في اسئلة ممكن تبعتوها لنا على صفحة الفيسبوك او تبعتوها لنا على قناة اليوتيوب بعنوان قناة مصر التعليمية. اي سؤال قدامكم في كتاب المدرسة او اي سؤال انتوا عايزينه، احنا ان شاء الله هنكون معاكم خطوة بخطوة، هنكون معاكم مش هنسيبكم باذن الله. اشوفكم على خير باذن الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.